اتعب سنه صغيره قوي وشجع كل واحد حواليك بكلمه كويسه، هتلاقي تاثيرها عالي جدا. كلنا بدون استثناء يفرق معانا التشجيع ده، سهم يدخل القلب فورا، سهم حب كده. يبقى اللي قدامك مهزوز او نفسه صغيره او مش واثق في نفسه او مش راضي على نفسه او حاسس انه مش عارف يتصلح، وتشجعه كده بعينيك مليانه حب، تلاقيه اتبدل، اديته امل في الحياه، خليه يكافح تاني وينجح تاني. طب دي كلفتك ايه؟ دي ما كلفتكش جملتين تلات، دقيقتين تلات، بس دول تأثيرهم فعال جدا. طب ليه انت استخسرتهم؟ ما انت عشان مركز مع نفسك. لكن لو ركزت مع الناس ان كل الناس محتاجة التشجيع، طب ما تشجع، ما ترفعهم، ما ربنا عمال يشجع فيك وقابلك كخادم وعامل منك بني آدم ومكبرك طب ما هو عمال يشجعك، ما تشجع اللي حواليك. كل يوم انت بتشوف واحد تعبان، أكتر من 90% من التعبانين اللي بتقابلهم مش هيجوا يقولوا لك إحنا تعبانين، ولا هيقولوا لك ساعدنا. أنت خسرت 90% من الفرص لأنك مستني واحد يقول لك ساعدني. لو عندك المبادرة أنت عينك اللي هتلقط مين تعبان مين متضايق وتروح له تساعده من غير ما يطلب. انت لما بيجي لك التعبان يطلب طلب بتقعد تفكر اساعد ولا لا؟ ده انت غلبان قوي، ده المفروض انت اللي تدور على التعبان عشان تقول له عاوز اتعب معاك، اصل انا غاوي شقة، انا غاوي تعب، انا بشتهي اتعب من اجل الله. في ناس من كتر التعب النفسي هتنفجر، اللي يريحها انها تطلع التعب ده عند حد يؤتمن، حد ثق، حد كويس زيك، ما تخافش انها تحكي له وتشكي له. طب دي خدمة؟ دي خدمة كبيرة جدا احبائي. مجرد تصلي من اجل الناس ده عمل متعب بس غالي عند ربنا جدا. ما هي الصلاة حب وحب متعب، يبقى مجرد انك تذكر الناس في صلاتك ده تعب مقدس. كمان العطاء بإيمان ورجاء، وانت بتدي خليك فرحان ان ربنا ادك فرصة تسعد بني آدم، وعندك إيمان أن ربنا هتفاجأ أن اللي انت وزعته ده مستنيك في السماء، لأن ربنا يسوع مدينا وعد أن اللي انت هتديه لواحد هو اللي استلمه. في ناس بتعرف تحب فعلا وتعرف تبقى سخية لكن خلقها ضيق، يقولك أنا ما بستحملش اللي مش منظم، أنا ما بستحملش المهمل، أنا ما بستحملش الناس الكبار في السن، أنا ما بستحملش اللي طلباته كتير، أنا ما بسأل الله. وما ربنا مستحملك ليه؟ طب ما ربنا مستحملك وانت فيك العبر، انت فاكر نفسك كويس. ربنا مستحمل كتير قوي، لو انت مش هتستحمل ما تطلبش من ربنا يستحملك. المحبة ايه؟ تحتمل كل شيء. من صور الحب اللي فيها تعب انك تيجي على نفسك وتقول اسف، لان في ناس تعرف تخدم لكن ما تعرفش تقول سوري، تستكتر على نفسها الاعتذار، ناقصها تواضع، مع انه الاعتذار حب، حب متعب لانه بيجي على الكرامة شوية، بس حب ضروري، ضروري انك تقول اسف يا رب واسف يا اخ. كل واحد يأخذ اجرته ايه؟ حسب تعبه. يعني عارفين المقياس الاساسي اللي يميز واحد فينا عن التاني واحنا قاعدين مع بعض كده؟ مش مهم نوع خدمتك، ولا مش مهم انت معروف قد ايه، ولا صدقني يمكن ما تفرقش كتير ان كنت خادم ولا امين خدمة ولا كاهن. اللي هيفرق فعلا في السماء ايه؟ انت تعبت قد ايه. يبقى اللي فاهم ربنا وفاهم طريقته بيشتهي التعب، مش عاوز راح، ما يحبش يقعد ويخدموا عليه، يحب هو اللي يخدم على الناس، زي المسيح اللي قال ما جئت لأخدم بل ايه، بل لأخدم.